السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم جنى، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل إعادة تدوير للإزازة البلاستيك دي بعيدان الشيش طاووق، هنعمل منها ديكور جميل إن شاء الله يعجبكم. أول حاجة أنا هبدأ أحدد بس المكان اللي هقطع منه الإزازة، بعد كده هبدأ أقطع الإزازة بأي قطر موجود، أو ممكن تعملي فتحة صغيرة وبعدين تقصيها بالمقص. بعد كده هبدأ إن أنا أشيل الزيادات الموجودة وأساوي الإزازة بتاعتي. بعد ما سويتها أبدأ أمسك عيدان الشيش طاووق بتاعتي، هبدأ برضو إن أنا أسويها لأن أوقات بتبقى فيها واحدة طويلة وواحدة قصيرة شوية، هبدأ بالمقص كده أسوي وأشيل الجزء الزيادة. انا طبعا هعمل الكمية اللي في الكيس معايا دي كلها لان الازازة هتحتاج كمية كبيرة. دي متساوية اهي، ما عملتش فيها اي حاجة، ودي فيها حتة صغيرة هشيلها برضو بالمقص. خلاص كده انا بعد ما سويتهم هبدأ اخد الازازة بتاعتي وابدأ ان انا احط شمع والزقهم واحد ورا التاني. اخلي بالي تكون العيديان كلها في مستوى واحد. اهو، وطبعا وانا بحطهم جنب بعض كده احاول بايدي ازق العيدان جنب بعض عشان ما يبقاش فيه اي فراغ خالص باين، والازازة بتاعتي ما تبقاش باينة من ورا. طبعا انت لو عندك ازازة ارفع من كده هيبقى شكلها احلى، بس انا حاولت ان انا ادور على ازازة تكون ارفع من كده بصراحة ما كانش عندي. انا طبعا هعمل جزء كبير واوريه لكم. انا بعد ما عملت جزء كبير فاضل بس الجزء اللي في الاخر ده هكمله معاكم.
بحاول ازق العيدان جنب بعضها كده كويس. طبعا كان في جزء كده في الاخر كان باقي ما كانش مظبوط، فانا قصيت العيدان وحطيتها برضو عشان اقدر ان انا اظبطها كده. خلاص انا بعد ما خلصت الازازة بتاعتي ابدأ ان انا اديها الفينش النهائي. جيب استرس بس لونه ذهبي واخد منه جزء كده عريض حوالي 4 وحدات جنب بعض، وهبدأ ان انا ألزقه بالشكل ده فوق وتحت وتحت كمان هنا. خلاص كده انا لزقته اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين انتي يعني تقدري تظبطيها اكتر، ونخلي بالنا برضو ما نكترش شمع عشان ما يسيحش الإزازة. بعد كده أنا هحاول أعمل زي فرع ورق شجر كده. عشان أقصه وهلزقه برضو هزين بيه الديكور اللي أنا عملته أو الفازة اللي أنا عملتها دي. هقصها ده شكلها بعد ما انا قصيتها. طبعا انتي ممكن تعملي وردات برضو من الفوم، بس دي وردات انا كنت عاملاها من بواقي خيوط الصوف. هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هلزق الورقة الشجر اللي انا عملتها على الفازة بتاعتي كده. بعد كده هبدأ ألزق الورد بتاعي. شكلها طلع حلو جدا وشيك جدا. ممكن تستخدميها كفازة تحطي فيها ورد، وممكن برضو تستخدميها كديكور تحطي مثلا فوق التلاجة، أو تحطيها لوحدها كده من غير أي ورد. بصراحة شكلها حلو جدا وطالعة تحفة. شفتوا شكلها طلع جميل جدا، يا رب الفكرة تعجبكم. لو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايك، وانتظريني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.